النجوم الفني يدعمون حسين الجمصي ضد حملة التنمر التي تعرض لها. بعد أن عادت موجة السخرية من كونه شؤما على أي بلد يغني لها، نجوم الفني يدعمون حسين الجمصي ضد حملة التنمر التي يتعرض لها. تضامن فنانون لبنانيون وعرب مع النجم الإماراتي حسين الجمصي بعد حملة التنمر الشديدة التي تعرض لها عقب انفجار بيروت، حيث وقع النجم الإماراتي ضحية للتنمر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وطالته الكثير من التعليقات السخيفة التي تسخر منه، حيث كان الجمصي قد شارك بأدائه لأغنية بحبك يا لبنان في احتفالية عيد الجيش التي أقيمت قبل الانفجار بأيام، كما غرد قائلا في حينها أنه يحب لبنان. وربط البعض من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بين تغريدة الجمصي والانفجار بإيحاء بأنه نذير شؤم عن لبنان، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النجم الإماراتي لهذا النوع من التنمر، فقد سبق أن رج اسمه بأحداث عديدة مشابهة في مناسبات مختلفة. لم يرد الفنان صاحب الخلق الرفيع على الإساءة بالمثل والتزم بالصمت، وقال البعض أنه يشعر بالاكتئاب بسبب ما يكتب عنه، فقد قام عدد كبير من النجوم بالرد بالنيابة عنه، حيث صارع الإعلامي صالح الجمصي إلى الدفاع عن شقيقه والرد على المتنمرين من خلال ذكر صفاته، حيث نشر على حسابه الخاص في تويتر صورة للفنان وأرفقها بتغريدة أثنى فيها عليه وكتب: ليس كمثله أحد، فهو من أطيب خلق الله، في زمن كله نفاق وخداع وتزييف وكذب وافتراء، يعطي ولا يأخذ، يمنح ولا يمن، يسامح ولا يخطئ، يحب وطنه العربي من المحيط إلى الخليج، ولا يفرق بين الجنسيات، عرفته قبل 41 عاما وما زال نفس الشخص، إنه الإنسانية كلها. كما علقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين قائلة: في ظروف صعبة جدا على الجميع، قبل ما تكون صعبة على إخواننا اللبنانيين، على العرب، على الجنس البشري بأكملها، حمقى المجتمع يتنمرون على فنان في قمة أخلاقه واحترامه ونجاحه. للأسف بعض العرب لو يركزوا طاقتهم في نفسهم وبلدهم وحكومتهم ما كان طغي الفساد في أغلب دولنا العربية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.